ديوان الزيت عندنا مراكز بتاعنا، وقاعدين نتابعوا في الاسعار يوميا. واحنا هذا يهمنا برشا انه تكون الاسعار، نتابعوا الاسعار هذا مع في للتصدير وللاستهلاك الداخلي ومعناها بالنسبه لسعر الزيتون، على خاطر نحب نشوفوا احنا انه المتدخلين الكل يكون عندهم معناها. سي حامد يحبوا يتفاعلوا معاك في البلاتو، نيجي زعيلي من عرش، يمكن مهدي سي محمد سي تفضل تفضل نيجي نبدا معاك ثم سي لطفي. سي حامد دبر ساعة أنا حبيتك تعطينا بالضبط كيفاش طلع في ظرف خلال 10 سنوات سعر يترة الزيت زيتونة طلعت من تقريبا من 5000 أو 4000 على ما أظن، طلعت ديريكت لل 22 23 يعني مفروض 19. التدرج 19 كان 5000 لا لا وصل أما هو لا قبل كان ب 8 و 10 و 1 أنا أتذكر 2012 13 5000 يظهر لي 6000 حاجة من نوع هذا حتى ل 10 اونتر 5 و 10 دينار. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الكميات الزيت اللي تتصدر هل 80% ولا قداش لبرا، ثم معطى عطاه رئيس الجمهورية قال راو فما نسبة منها تتصدر اون فراغ يعني ماهيش معلبة، وهذا يسبب خسارة لتونس طبعا في العائدات المالية معناها وراء التصدير زيت الزيتونة. علاش ما نصدروش الزيت المعلب؟ علاش يعني ما عندناش قدرة في النسيج الصناعي على تعليب الزيت؟ لأنه كي تصدر معلب يجيب اكثر فلوس من اللي يتصدر اون فراك. ترى نسمع الاجابه نتاع سي حامد ديلي. تفضل سي حامد ومن بعد نجيك سي لطفي. تفضل سي حامد. هو بالنسبه لارتفاع الاسعار من سنه الى اخرى، هو تو بالضبط كما قلت من الاول انه الاسعار يحددها العرض والطلب في العالم مش في تونس. والعالم كي نقولوا العالم راهو اسبانيا عندها 50% من الانتاج العالمي. دونك السوق العالميه سي حامد، لما نحكيو هنا المواطن التونسي باش يشري يتر زيت علاش تحطوا فيه معناها باش يعمل قرض تسحبوا عليه معناها المعادله الدوليه نتاع السوق العالميه؟ واش دخلنا انا في السوق العالميه؟ انا هذا زيت في تونس مزروع في تونس ومعصور في تونس. الفلاح كي يلقى سوم لبرا مخير يولي معناها يقول لك نعم. انا حبيت نقول راهو مع توصيات سيد الرئيس الناس معناها كل المتدخلين انهم موافقين باش ندخلوا في برنامج لتوفير كميات اسعار مناسبه. كما قلت لك البرنامج هذا معناها والتمشي متفقين عليه مع اتحاد الصناعه والتجاره مع الاطراف الكل وماشيين فيه. معناها احنا هذا التمشي باش يصير، عندنا عملنا اجتماع اليوم العشية بعد توصيات سيد الرئيس، وإن شاء الله عندنا اجتماع ثاني الأسبوع الجاي، وإحنا كما قلت لك راهو باش يكونوا أسعار مناسبة للمواطن. يعني أسعار مناسبة كما قلت لنا يعني تقريبا 21 22 دينار لتر. لا 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 هذا قلت لك الأسعار نتاع اليوم. داكو قداش باش نجم يكون السعر لتر زيت سي حامد؟ ما سمعتكش مثلا. قديش متوقعين يعني حسب كما قلت انت حسب التوصيات اللي جات من رئيس الجمهورية؟ ما نجمش نقول لك عليه على خاطر معدل يعني من الاجتماع الاول. في الاجتماع هذا اتفقنا على التمشي. الاجتماع الجاي ان شاء الله الجمعه الجايه باش نتفاهموا على السوق. الكل باهي سي حامد. سؤال او توضيح ربما استفسار من سي لطفي ريحي رئيس منظمه ارشاد المستهلك. تفضل سي لطفي. شكرا. نحن نعرفوا الانتاج نتاعنا كما تفضل السيد رئيس المدير العام قرابه 200000، استهلاكنا ما يتعداش بين 15 ل 17%، معناتها قرابه في اقصى الحالات 40000. ما نجموش ال 40000 هذا مرة ال 40000 هو رقم لتصدير واحد من البارونات الكبار نتاع تصدير زيت الزيتون. هنا كي نشوفوا العمليه نتاع الزيت شكون مضرور فيها؟ مضرور فيها زوج من الناس، المستهلك والفلاح. صحيح. بالضبط. الفلاح يخضر الصابه نتاعو بدينار الكيلو. في اقصى الحاجات هذه من عند الدوله. وفي اقصى الحالات في الخواص دينار و200. نعرفوا الانتاج السناء خاطر ثم اشكال نتاع نقل، خاطر مكثر الصابه تلقاها في سيدي بوزيد في قفصه اللي عملت ريكور،
في القروان، في المهدية، في صفاقس، في هذا من أكثر الإنتاج اللي موجود. الشمال نقص شوية، وهنا ما نجموش كإجراء الأربعين ألف هذم اللي رقم بسيط في وسط 10-15% في الإنتاج المحلي يكون بسعر سعر معناتها مقبول، يعني تحب تقول مش محدد بالبورصه العالميه. نحدد في البورصه العالميه اخي، نحن باش ناخذ بالك شي ماشيين.